فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: هو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، عمر رضي الله عنه، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة. صبيغ بن عسل التميمي كان كثير التساؤلات والتشكيكات في الآيات والأحاديث، كان يسأل أسئلة تشكيك وإيهام وتردد، وكان يجتمع عليه بعض الجهال، فتنبه له عمر رضي الله عنه واستدعاه، ثم ضربه على رأسه بالعذق حتى أوجعه وأدماه، ثم نفاه بعد ذلك، ثم من الله على صبيغ فتاب إلى الله واستفاد من هذا التأديب، وأثنى على عمر رضي الله عنه.